احنا قلنا ان ال disease of the cardiomyopathy هو disease of the heart muscle in which the heart loses its ability to pump blood effectively. قلنا ان هو cardio myopathy يعني cardio يعني heart, myo muscles, و pathy يعني pathology. There are three main types, low dilated cardiomyopathy, وال hypertrophic و restrictive cardiomyopathy. This is the hypertrophic cardiomyopathy in which the interventricular septum and the posterior wall are very thick, rendering left ventricle is very narrow. الكافيتي نفسه قليل قوي. Dilated and the restrictive which with in which there is يعني diastolic heart failure mainly. This is the picture of the dilated cardiomyopathy. And this is the normal or the hypertrophic cardiomyopathy, sorry. نيجي للكلينيكال بيكتشر. ده كلينيكال بيكتشر احنا هنستنتجها من الباثوفيسيولوجي. الباثوفيسيولوجي قلنا ان هيحصل عندنا بالمونري فينوس كونجيشن وسيستميك فينوس كونجيشن. بالمونري فينوس كونجيشن نتيجه لان البلط والاكيوميليت ان ذا ليفت سايد ديو تو ان هو ات كانوت ذا بامب اوف ذا هارت از ويك سو ذا بلط كومينج فروم ذا لانجز ويل اكيوميليت ان ذا لانج اند سو ويل كوز بالمونري فينوس كونجيشن. ذس ويل كوز شورتنس اوف بريث, difficulty of sleeping, and paroxysmal nocturnal dyspnea. As for the low cardiac output, هيبقى فيه chronic and lack of energy. For the right side, فيه عندنا swelling of the feet and legs, and so on. This video, low video number 6, هيورينا ازاي بيحصل عندنا pulmonary venous congestion and even the lower limb edema. طيب, شوية تفصيل عندنا left side heart failure. السيمتومز والساينز بتاعتها هي برضك بتاعه البالمونري فينوس كونجيشن, يعني البلاد هيبقى اكيوميليت اراوند دي الفيولاي اند سو بريفنتنج بروبر ريسبيريشن. فيبتدي يحصل عندنا شورتس اوف بريث, وبعدين الشورتس اوف بريث ده يزيد اصلا مع اللاينج داون فيبقى اسمه اورثوبنيا, وبعدين بيزيد جدا مع الديورنج سليب اللي هو اسمه باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا. باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا ده معناه ان هو ان البيشنت از وين هي جوز انتو سليب هي wakes up suddenly he cannot taking his breath. برضك هيبقى في عندنا في ال decrease cardiac output نفسه symptoms هتعمل لنا مشاكل زي ال fatigue وال sometimes drowsiness. As for the right side heart failure عندنا systemic venous congestion. Right side نفسه يحصل accumulation of the blood in the venous side اللي هي راحة على ال right ventricle, بمعنى هيبقى في accumulation من في السوبير فينا كافا و accumulation من الانفير فينا كافا وانت نازل. طب السوبير فينا كافا هيعمل ايه؟ هيعمل لنا جي في بي. طب الانفير فينا كافا يبقى البلاد يبقى accumulated في المحطه اللي قبل الانفير فينا كافا اللي هي ليفر والجي اي تي, فيعمل لنا رايت hypochondrial pain وتندرنس وممكن بعد كده اسايتس وجي اي تي ابسيت, وبعد كده ال accumulation يبقى تحت اكتر يحصل عندنا في اللور limb edema and so on. الساينز ذا سيم برضو احنا قلناها برضو بنستخدمها من استخراجها من الباثوفيسيولوجي, تاكيبنيا وتاكيكارديا وسايز اوف هايبوكسيا وجي في بي, ده كل ده قلناه قبل كده. ومينلي في حاجه اسمها اس 3 جالوب. الاس 3 جالوب اللي هو بيبقى عامل زي الـ 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 ضربات الحصان على الارض كده, تسمعوه كده بالظبط على الهارت, وهو ات فولوز دي اس 2 ويت از ديو تو رابيد فيلينج ات دايستولي. طيب ايه الديفرنشال دياجنوز؟ طبعا اي عيان عنده بريفرال اديما هنقول ان هو عنده هارت فيلير؟ لا, لو ديفرنشال دياجنوز اذا كان عنده هارت فيلير, ده احنا قلنا ان الهارت فيلير ده كلينيكال سيندروم, او ممكن يبقى عنده فاريكوز فينز كرونيك فينس انسفيشنسي او هايبو البومينيميا زي نيفروتيك سيندروم, ليفر ديزيز, بروتين لوزنج انتيروباثي, او دراجز بعامله صوديوم ريتينشن زي النون سترويدلز. النون سترويدلز يخلوا يحصل في صوديوم ريتينشن, الصوديوم هو قاعد يسحب مع مية, وكذلك الكورتيزون, او انكريز كابيلاري بيرميابيليتي. عيانين اللي بياخدوا املوديبين اللي هو دواء الضغط اللي هو اللي اسمه دلوقتي نورفاسك الكابريس ايا كان يعني الاسم التجاري بتاعه, ممكن يجي يشتكي لك من ان عنده لور ليمب اديم, او ايديوباثيك وده بيحصل في الومن اكتر من المن, او كرونيك ليمفاتيك اوبستراكشن. طب ديفرنشال دياجنوز اوف ذا ديسنيا,
نمسك بقى البريذنج نفسه ونضرب اي حاجه فيها يبقى دوت كوز اوف ديسنيا. يعني لو حاجه سنترال هتعمل يبقى دوت سنترال كوز. الريسبيراتوري سيستم في الباثويز بتاعتها سواء كان سيفير اذما او اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او نيموثوركس اللي هو يمنع ان اللانجز نفسها تو اكسباند او نيمونيا او بالمونري امبولس دوت بيمنع الاكستشينج اوف بلاد اساسا الاكسجينيشن اوف ذا بلاد او الكارديو فاسكولار سيستم. الكرونيك هارت فيلير كان بي كلاسيفايد انتو ذا نيها كلاس 1 اللي هو نيويورك هارت اسوشيشن كلاسيفيكيشن فانكشنال كاباسيتي كلاس 1 وكلاس 2 و 3 و 4. كلاس 1 يعني اسيمتوماتيك، الكلاس 2 سيمتومز وذ مودريت اكزرشن، كلاس 3 سيمتومز وذ مينيمال اكزرشن، كلاس 4 سيمتومز ات ريست. بمعنى نقدر نحسبها كده تقريبا بالادوار. اسيمتوماتيك يعني بيجي له اون سيفير اكزرشن يبتدي يظهر عنده الديسنيا فدي مش مشكله كبيره. المودريت اكزرشن مثلا يقول لك انا بشتكي عند الدور الثاني الثالث بتعب مش ما بقدرش اخد نفسي. كلاس 3 يقول لك لا انا عند الدور الاول او اما بخش الحمام مينيمال اكزرشن، يعني لما بتحرك من الاوضه لغايه الحمام بتعب بيجي لي نهجان. كلاس 4 ده وهو قاعد وده طبعا حاجه سيريس. الناتشرال هيستوري بتاعت الكوجيس هارت فيلير لازم نعرف ان هو ايه، ان الفاول بيبقى نورمال، بيبقى حتى ظاهر ان هو نورمال، ابتدى يبقى كده يبقى في اسيمتوماتيك ال في ديسفانكشن، بعد كده بيحصل عندنا كومبنسيتد كوجيس هارت فيلير، يحصل اي بريسيبيتيتنج فاكتور تعمل لها دي كومبنسيتد كوجيس هارت فيلير، ومن كتر دي كوجيس هارت فيلير يبقى ريفراكتوري بقى يبقى ريزيستنت فور تريتمنت ويبقى دوت علاجه بيبقى صعب جدا. طب ايه البريسيبيتيتنج فاكتورز اللي بتخلينا نمشي داونورد كده؟ النون كومبلاينس سواء وذ تريتمنت او وذ دايت، بياخد ملح كتير فيعمل سولت اند ووتر ريتينشن كتير فيحصل له فوليوم اوفرلود كتير، فالفوليوم اوفرلود يعمل اكسترا لود على الهارت يخش في هارت فيلير اكتر. الانفكشنز الكتير بردك هتزود بالذات الشست انفكشن ده بيعمل لود على الهارت. الاريثميا احنا اتفقنا ان التاكي اريثميا بتعمل انكريس في الورك لود على الهارت. الكروناري اسكيميا اللي هو البلاد سبلاي اوف ذا مايوكارديال سيلز في مشكله، فالبلود الاكسجين والنيوترينتس ار نوت سفيشنت فور ذيس مايوكارديال سيلز تو كونتراكت ويل اند ذيس ويل كوز ذا دي كومبنسيشن اوف ذا هارت فيلير. اولسو ذا افتر لود وين ات از فيري انكريزد زي الان كنترولد هايبرتنشن ده يعمل لنا برضك كورك لود على الهارت، وبرضك البروجريشن اوف ذا رينال ديزيز او انيميا او اذر كونكومبتنت كوزز ده كل ده ممكن يعمل يعني بيرسبتنت فاكتورز. بس مين اللي نركز على موضوع الدايت والميديكيشن والانفكشن والاريثميا دول، كل دول يعني ممكن يبقى عيان كنترولد جدا على ال compensated ويخش في attack of atrial fibrillation يروح داخل في decompensation. طيب how to diagnose heart failure؟ احنا اتفقنا من الاول ان الهارت فيلير ده عباره عن clinical syndrome، لكن ده لا يمنع ان احنا لازم نعمل له battery of investigation. هتعمل ECG chest x-ray CBC كرياتينين معظمها حاجات لابس. من اهم الحاجات اللي بتتعمل ال BNP اللي هو ال natriuretic peptide beta natriuretic peptide. في فيديو هوريه لكم او يعني هتشوفوه دوت بيبين لنا ازاي الناتريوريتك بيبتايد زي بتطلع وتبقى علامه على ان في عندنا هارت فيلير. طبعا من اهم الانفستيجيشنز الايكو الفيديو دوت اللي هو فيديو 7 دوت بيورينا ان الاسترتش اوف ذا اسيرتد اكستنت اوف ذا ستريتش اوف ذا مايوكارديال سيلز يبتدي يطلع البيتا تايب ناتريوريتك بيبتايد دوت اللي هو لما اتفقوا او بعد الانفستيجيشنز كتيره جدا وستاتستكس كتيره جدا ان لما بيوصل لليفل معين ده دليل على ان في هارت فيلير، او ولو اقل من الليفل ده يبقى الديسني دي مش سببها الهارت فيلير. خلاص طبعا الاكس راي هنا مبين لنا ان في عندنا انكريز في الكارديو ثراسيك ريشيو فده عندنا دايليتد هارت. ادي الاي سي جي اهو في اريثميا واضحه اهي ده في تاك فنتريكولار تاكي كارديا وحتى ابتدى كمان ايه ممكن يبتدي يخش في اسيستول اهو ده ممكن يبقى ده كومبليكيشن للهارت فيلر. ده الايكو ده 2 دي ايكو اللي هو 2 دي معناها ان هو يعني لونجيتودينال سيكشن. ده لونجيتودينال سيكشن في الهارت اللي ادي ليفت اتريوم ودي ليفت فنتريكل والرايت اتريوم والرايت فنتريكل زي ما احنا شايفين هنا كده اهو المنظر ده كده ده دايليتد هارت. ده دايليتد هارت الام مود دي حاجه طبعا مش يعني مش مهم عليكم لكن يعني انتوا عارفينها الحركه على مستوى هذا الخط ده اسمه ام مود ده بس بيبين لنا الاند دايستوليك والاند سيستوليك دايمنشنز ومن خلالها نقدر نحسب الاجكشن فراكشن.